الفنان عامل زي الاسفنجة، ده مش كلامنا، ده كلام الفنان فراس سعيد، وشرح لنا اللي يقصده بالضبط بالاسفنجة. كمان اتكلمنا معاه عن زوجته ودورها في حياته. سعيد فنان استطاع أن يثبت إقدامه سريعا في الوسط الفني، وذلك لأنه يتبنى مدرسة خاصة في التمثيل. فنان عامل زي السفنجة كده، أنت ممكن تدي وتبقي عارفة أن الجاية عاوزة تأدي الموضوع بطريقة معينة وبمدرسة معينة وبنمط معين، يمكن أنت عارفة أن الناس تتقبله اليومين دول أكتر من مدارس يمكن كانت موجودة قبل كده. دلوقتي الدراما بقت في تقطيع، في كاميرات، في حاجات هنا، فهي الفكرة كلها في انك انت دلوقتي بتحاولي انك تقدمي نوع من انواع التمثيل الجديد، الواقعية شوية، الهدوء شوية، عدم الاكزاجريشن اللي احنا واخدينه من المسرح. هو يا ناس جه وهيعرف، هيعرف معقول؟ لا بصراحة هو بقاله يومين بيكلمني وانا ما بردش عليه، واقنعت نغم كمان انها ما تردش عليه. اقنعتيها بايه يا ناس؟ يعني ايه؟ اهو جه. هذا الأداء في التمثيل يتماشى مع ما يرى فراس زيادة في وعي المشاهدين الآن. الموضوع تطور قوي والناس بقت تتكلم في كواليتي، بطريقة تصوير، بغلطات، تلاقي انك انت عندك حد بيتفرج قد كده شايف الظل اللي معدي ورا وبتاع ومركزين، فاحنا من حق الناس دي علينا إننا نقدم لهم الخامة اللي احنا بقينا بنشوفها قوي. لذلك فراس سعيد يفضل العمل مع نوعية خاصة من الممثلين. حلو انك تشتغلي مع حد لعبة تنس، انا ببصيلك عشان انت تبصيلي، فانا اعليلك وانت تعلي معايا، ده حلو. اما عن اخر اعماله، خلصت تصوير حجر جهنم وهو بيتعرض دلوقتي، بخلص اختيار اجباري برضو من المسلسلات اللي كانت يمكن مفاجأة للناس كلها، ان مسلسل بره رمضان ويعمل الدوشة اللي هو عاملها بصراحة، ده برضو خدي بالك انه ده مؤشر مهم جدا للوعي اللي عند الاشخاص. الناس بتتفرج على المسلسل عشان عارفين انه وراء توعية جامدة جدا في حتة ما حدش تكلم فيها، اللي هي السوشيال ميديا والانترنت والتصرف بالحاجات. انت مثلا لو كان عندك بنت قدي كنت هتخليها عادي تلبس مايو؟ حاتم، حاتم. هلو. ماذا يحدث للفنان عندما تكون زوجته ستايلست؟ هذا ما سنعرفه من الفنان فراس سعيد. راجل مراته ما بتتدخلش في اللبس حتى ولو مش ستايلست. لا مراتي يمكن برضو من اهم الستايلست واقدمهم اللي موجودين في البلد، وحلو برضو انك تصحي الصبح تلاقي اللبس محطوط هتلبس ده، يا بابي انا ماليش في الالوان دي. البس ده بس صدقني وتلاقي ان الموضوع طالع حلو.